اليوم عرضنا مختلف من شركة بروج العقارية، شقة ثلاث غرف وصالة في منطقة يبرا مقابل جواهر مول بالإطلالة الساحرة اللي انتم شايفينها. الشقة اللي موجودة في البناية اللي خلفي، الخدمات اللي موجودة مسبح، جلسات عائلية بالإضافة إلى سوبر ماركت موجود داخل المجمع، ملاعب الأطفال، ملاعب رياضية بالإضافة إلى الساحات الخضراء. تعالوا مع بعض ناخذ تفاصيل كاملة بالشقة على أرض الواقع. وصلنا الدور السادس، شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 160 متر مربع. المنطقة اللي أنا متواجد فيها منطقة الموزع الكوريدور. مقابل باب الشقة على طول عندنا الصالة. زي ما تشوفين مساحتها جيدة وممتازة. الأرضيات باركيه بالإضافة إلى طقم الكنب الجيد هذا موجود من ضمن الأثاث بالإضافة إلى المكيفات. في مخرج للبلكونة من الصالة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، مساحتها جيدة ومزودة بالزجاج الشرائح المتحرك، إطلالتها على الجهة الخلفية للطبيعة، الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة. البلكونة زي ما قلت لكم مشتركة بين المطبخ والصالة. نتوجه إلى المطبخ. المطبخ زي ما انتم شايفين موجود فيه طاولة بالإضافة إلى دولاب وأجهزة المطبخ كلها راكبة، من فرن بالإضافة إلى عيون الغاز والشفاط واللي هو الثلاجة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. عندنا دورة المياه الأولى اللي موجودة في الشقة نظام عربي. مقابل دورة المياه الأولى عندنا الغرفة الأولى. الغرفة هذه يسع لسريرين فردية بالإضافة إلى الدولاب، يعني الأثاث من ضمن الشقة. نطلع من الغرفة الأولى نتوجه إلى الغرفة الثانية. الغرفة الثانية هذه أكبر من الغرفة الأولى، موجود فيه سريرين وعندنا كومودينا وبلكونة خاصة بهذه الغرفة. البلكونة هذه مساحتها جيدة وإطلالتها على المجمع، وفي إطلالة جانبية أيضا من الجهة الشرقية، إطلالة بحرية. نطلع من الغرفة هذه. مقابل الغرفة هذه عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. أخيرا عندنا غرفة الماستر، مساحتها ممتازة، يعني نقدر نحط فيها سرير مزوج بالإضافة إلى الدولاب، وعندنا التسريحة مع الكوميديلات، وإطلالة غرفة النوم أيضا إطلالة على البحر. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المقطع عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، والتفاصيل والأسعار موجود تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.